بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي الطلبة الأعزاء، سنوات ثالثة ثانوي علوم تجريبية تقني رياضي رياضيات، مرحبا بكم جميعا. هذا الفيديو هو على البرنامج تاع العلوم الفيزيائية، إذا إليكم نبذة فقط على الدروس اللي راح تشوفوها إن شاء الله هذه السنة. إذا عندكم الوحدة الأولى هي المتابعة الزمنية لتحول كيميائي في وسط مائي، ثم عندكم الوحدة الثانية هي التحولات النووية، الوحدة الثالثة هي الظواهر الكهربائية، الوحدة الرابعة تطور جملة كيميائية نحو حالة توازن، الوحدة الخامسة هي تطور جملة ميكانيكية، ثم بعد ذلك عندي الوحدة السادسة هي مراقبة تطور جملة كيميائية، أخيرا الوحدة السابعة التطورات المهتزة. طبعا لكل وحدة لها دروس يعني داخلها. أقول لكم جميعا بالتوفيق للجميع، إن شاء الله تكون هذه السنة سنة موفقة للجميع، رفع الله عنا الوباء وشفى مرضانا، اللهم آمين اللهم آمين، ورحم إن شاء الله موتانا، اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا وارفع عنا البلاء، اللهم آمين اللهم آمين. وفي الأخير أقول لكم إلى الملتقى إن شاء الله، سلام الله عليكم.